المقابله. انت دلوقتي جوه قولي لي انت حاسه بايه؟ لا ممكن اتحجب يا ماما بس لا مش هلبس نقاب. لما ببص في المرايه بتشوفي كندة علوش عامله ازاي؟ لو قلت لك دلوقتي هتضحكوا بشوف ان عندي عين يعني مش حوله بس عندي بدايه الحول. لما بيكون في فيلم او مسلسل عايزين ممثله تعمل مثلا دور اغراء او تلبس لبس عريان ففي شخصيات معينه من الممثلات بيتصلوا بيهم على طول. ممكن اعمل الاغراء اللي ليه علاقه بالاداء بالاتيتيود بالبصه. انت عارف المسلم عشان تتجوز مسيحي ده مش في الاسلام مش ما يصحش يعني، فلو كانت الظروف سمحت معرفش فكان ممكن افكر.